مشهد مبهر وخيالي ظهر في مقطع فيديو نشرته شركة داو للإنتاج لقافلة من الإبل وهي بتسبح على ضفاف البحر الأحمر بالسعودية. هذا الفيديو اللي بيتحدث عن نفسه بيوثق لحظة تخطي قافلة من الإبل البراري لتسبح الإبل بعد أمتار على ضفاف ساحل البحر الأحمر قبل ما توصل إلى أشجار المانغروف في محافظة البرك بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية. الفيديو اللي التقط باستخدام طائرات درون حقق انتشار واسع على السوشيال ميديا، حتى أن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن فرحان آل سعود علق عليه وقال من بلادي إبل وبحر، ومثل ما شايفين أمامكم في التويتر شكر أيضا فريق التصوير. إذن مشاهدينا خلونا نتوقف لمشاهدة الفيديو.